ذهبوا وعملوا معهم، وحين عادوا كشفوا كل شيء. اطلعوا على كواليس إعلام الإخوان وشاهدوا كيف تدار مؤسساتهم وكيف يعيش الكبار في رفاهية بينما لا يجد البسطاء قوت يومهم. دكتور أيمن نور هو الذي رسم الخطة الجهنمية للدكتور باسم خفاجي إنه هو يدي الناس، إذا مثلا ده ليك 2000 دولار مثلا، خلاص عاوز تاخد ال2000 دولار ده تتنازل على 1000 دولار وتكتب اللي انت تنازلت وتاخد ال1000 دولار التاني. المستفيدين من قناة الشرق قليلين، يعني ممكن نقول 15% مستفيدين و85% مش مستفيدين وبياخدوا رواتب ضعيفة جدا، حتى ان هم ما بيقدروش يستكملوا الشهر بتاعهم. في ناس ما كانش لاقية تاكل. كشفوا ايضا عن ممولي قنوات الاخوان والدول التي تدعمهم لمهاجمة مصر. من قطر 300 ألف دولار لقناة الشرق وحوالي 250 ألف يورو لقناة بكملين. بعدما استفاقوا عادوا من الشتات إلى حضن الوطن. أنا اشتغلت في قناة الشرق وندمان إن أنا اشتغلت في قناة الشرق. أعتذر للشعب مصر الأول وأعتذر للقيادات طبعا أعتذر. أما من بقوا هناك يمارسون التحريض والتضليل ويبيعون الوطن مقابل حقنة من المال فلن يفلتوا من العقاب. وأي حد تاني بقى يتكلم في القنوات التلفزيونية برا دول يقولوا علينا ولا بتاع، والله كله هيتحاسب. اللي بيضحك على الناس واللي بيخدع الناس واللي بيحطم أمال الناس كله هيتحاسب.